مساء الخير، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة. وتواصلنا دائما مشاهدين الاي تي في، هو برنامج إسراء ينطل عليكم في هذا الوقت. أنا ويا أم شيخة، حياك الله أم شيخة. الله يحييك ومسيكم بالخير. فعلى اليوم أمسية جميلة راح تجمعنا مع ضيوف عدة من نقدر نقول من العالم العربي أو الوطن العربي، خصوصا اليوم راح يكون توجهنا يعني من فنانين في بلاد الشام، نروح شوية لمصر لأحد الشخصيات الإعلامية اللي بصراحة كان لها باع طويل في الكويت، لكن يعني هالسنة مع الأوضاع ما كانت متواجدة في الكويت. احنا قاعد نشوف حاليا المسلسلات قد تكون في أواخرها، خصوصا احنا قريب نهاية رمضان، البعض منهم ما زال يعرض، البعض منهم توقف عن العرض واستبدلوه في عروض أخرى. نقول لهم يعطيكم العافية بصراحة لكل شخص أو لكل عمل درامي قدموه، سواء توقف أو ما زالوا، بالنهاية هم قدموا مادة جدا جميلة في هذا الشهر الفضيل. ممتاز. دائما احنا نقول مرات في مسلسلات نتابعها من بداية رمضان، حبكة هذا المسلسل تبتدي في نهايتها، يا تكون في الحلقة الأخيرة أو قبل الأخيرة أو في الحلقات اللي تقريبا أسبوع على ما تنتهي. يمكن إحنا قاعد نواكب هذه المسلسلات ونشوفها ونتكلم عنها مع ضيوفنا في برنامج إسراء. لكن للأمانة إحنا اليوم بعد الفطور أو في ناس قبل الفطور سمعنا خبر أحزننا للفنان القدير شادي الخليج، بأن حاشته وعكة صحية وأثرها دخل للعناية المركزة. وطبعا حاولنا كثر ما نقدر ان ناخذ اتصال مع المقربين من اهله ابنائه، لكن احنا يعني قاعدين نحاول كثر ما نقدر ايضا ان نقدر هذه الظروف الخاصه خصوصا في هذه الازمه. في شخص من الاشخاص كان تزامنا معاه زميل له، احد ابنائه نقدر نقول، لما نقول المخرج الاستاذ يوسف عبد العزيز الاسريع نقول هو احد ابنائه واحد زملائه اللي تواكبوا مع الفنان شادي الخليج. فعلشان كذي راح ناخذ هذا الاتصال وان شاء الله يطمننا على فناننا القدير. حياك الله ويانا. يا هلا اخوي عبد الله ومشكورين. وطبعا بهذه الايام المباركه ندعي حق العم عبد العزيز المفرج شادي الخليج، ان الله يمت بالصحه والعافيه يا رب. والحمد لله على كل حال. طبعا العم ابو علي يعني انا شهادتي وشهاده اهل الكويت واهل الخليج كلنا مجروحه فيه بهالرجل الطيب اللي قدم الغالي والنفيس للوطن. والوطن يعني لما نتكلم عن كثير من الامور في حبنا للوطن وتغنينا للوطن يطري على بالنا هذا الاسم شادي الخليج عبد العزيز المفرج. وحقيقه بهذه الايام المباركه نطلب من كل من يستمع الى هذه ان يعني ندعي له. اسال الله يشافيه. الله يحفظه. اي والله يا رب. استاذ يوسف شنو بالضبط صار؟ يعني طمنا عن حالته الصحيه حاليا. والله شوفوا يا انا حسب يعني ما كلمت يعني عياله انه يعني يمر بحاله صعبه هاليومين، يعني اول يوم هو يعني معاه بالضبط جلطه في المخ او نزيف في المخ، وتم عمل عمليه، وهذه العمليه يعني خلال 48 ساعه يشوفون ما بعدها 48 ساعه ان شاء الله. ان شاء الله يقوم من هذه الوعكه ان شاء الله ونطمن عليه. ويعني نطلب من الكل ان الله يدعي له ويشافي ويرد صوته لنا ونسمعه. وعنده اعمال يعني كثيره هذه الايام، يعني كان يتصل يوميا، يعني ابو علي من ميزته هذا الرجل الطيب العم شادي الخليج انه دائما يواصل الصغير والكبير. صحيح. وانا احتكاكي فيه يعني خلال هذه السنوات يعني اب ابو علم انه يعلمنا تاريخ الكويت، عنده هالكلمات وعنده هالمفردات وعنده هالتعاونات الكبيره من سنه 1959 قاعد تكلمين ودخوله يعني المعترك الإعلامي من خلال الغناء، من خلال احتكاكه بكبار الشخصيات سواء في الكويت خارج الكويت، تعاونوا ويا كبار الملحنين والمؤلفين. صحيح. بالكويت وخارج الكويت. يعني هذا الرجل أيضا لما تقعدين وتسمعين سوالف في الكويت القديمة تحسين رجل يحب هذا الوطن، رجل يوميا يتكلم عن حب لهذا الوطن. نعم. ربينا باسمه أستاذ يوسف للأمانة. احنا ربينا باسمه من خلال هذه الأناشيد الوطنيه. صحيح. اللي كان يقدمها ابو علي عسى الله يلبسه ثوب الصحه والعافيه. بس استاذ آمين. يوسف يعني آمين. آمين. احنا ننتهز فرصه اتصالنا فيك وقربك لابنائه، وانت احد ابنائه للامانه. نبي نعرف هل ممنوع الزياره له ولا ممكن الناس تقدر تزوره؟
لا طبعا تعرف الحين احنا كل يعني الحين الحظر والتباعد، وتعرف يعني صعب الان احد يزوره ويروح، يعني حتى يمكن اهله، مو كل اهله وياه، يعني يمكن معاه فرد او فردين من الاشخاص اللي معاه، لان تعرف اول شيء الحين تعرف الواحد لما يخلص من العمليه لازم يقعد 48 ساعه في العنايه المركزه، وينطرون يعني اي بشره من خلال 48 ساعه، من خلال يصحى يتكلم. ف يعني الوضع حرج، يعني حسب انا ما سمعت من ابنائه، والله كريم ان شاء الله. احنا نتمنى بصراحه من الجميع ان يدعوا له في هذه الايام المباركه، عسى الله يشافيه ان شاء الله. آمين. ونرجع آمين. نسمع آمين. هذه الاخبار في تحسن حالته الصحيه. كل شكر لك الاستاذ يوسف عبد العزيز السريع، شكرا على هذه المداخله. شكراً. يعني فعلا احنا كنا حابين ان احنا نطمن اكثر على الفنان القدير شادي الخليج، وعسى الله ان شاء الله يشافي يا رب. ضيفاتنا اليوم مختلفين. إيه. صحيح عبد الله، هلا معاي معاك ومع الكنترول. احنا اليوم عندنا ضيوف، بس قبل لا نبتدي في اول ضيفه لنا، خلنا نستذكر مع بعض وياك يا اسرار بان المسلسلات السوريه اللي كنا نشوفها وما زلنا نشوفها للامانه، هذه الدراما الجميله سواء كان في الاعمال التراجيديه او الاعمال الكوميديه، انا من متابعين الاعمال الكوميديه. عائلة سبع نجوم، جميل وهناء، ذكريني بعد شنو كان في باب الحاره، الدنيا اسعد سعيد، اي وايام نهايه رجل شجاع، هذه المسلسلات اللي كنا نتابعها. والدراما السوريه للامانه مليئه بالاعمال الناجحه. ضيفتنا الاولى هي واحده من الفنانات السوريات اللي شاركوا من انجح الاعمال الدراميه السوريه. نشوف مع بعض.